الف مبروك. بهاي المشاهدين، كل المشاهدين، جميع المشاهدين اللي اختاروني على الانترنت بشكرهم. واحنا الحقيقه استغربنا للرقم الكبير اللي انت خدته، لان خدت كام رقم كام؟ لا انت فوق انت فوق ال 200,000. احنا دولار. انت خدت نص مليون صوت. حلو ده، ميرسي خالص. مفيش تحيه للنص مليون. اشكركم كتير، اشكركم كتير. كبيره لعادل امام. اولا تسمح لي اسلمك جايزه انت تستحق اكتر منها، ولكن حلوه سلمي جايزه. عادل امام وتحيه نص مليون مشاهد على الانترنت. شكرا. تستاهل اكتر من كده، تستاهل اكتر من كده. اشكركم كتير خالص خالص، اشكركم كتير خالص. الحب الكبير اللي في عيون كل الفنانين الزملاء الحقيقه بيسعد الواحد جدا. وتفضل بقى معايا، لان انت صعب ان انا اكلمك انا بالذات، يعني يا ريت حد تاني يعرف، لان انا عارفه حاجات كتير عنك. صح؟ اه طبعا، احنا اصحاب من زمان. طب وازاي اعرف اتكلم معاك انا؟ الافلام اللي احنا عملناها سوا. عموما انا نفسي اقول لك تاريخك الفني الطويل والجميل والناجح، واللي عملت فيه انقلاب في السينما في معايير شباك التذاكر. انت اول من افتتح العملية الايرادات اللي ضربت، وتتذكر اول فيلم عمل ضربة كانت في السينما وقتها كان ايه؟ هل هو رجب فوق صفيح ساخن، ولا كان فيلم ايه لعادل امام؟ والله هو ما تعرفيش، هو يعني حاجة حاجة، الواحد طلع حاجة حاجة بالراحة، وقعدت سنين طويلة لغاية ما يعني فيلم عمل، اول فيلم عمل يعني رجا. اه يعني كان رجب، اعتقد رجب فوق صفيح ساخن. رجب فوق صفيح ساخن. ده اكتر دور بتحبه لنفسك؟ دول قالوا يعني ده فيلم اي كلام، سيبوه شويه كده. فقعد سنتين باين حاجه زي كده. عادل امام اصلا من حي ايه؟ انا من حي الحلميه. من حي الحلميه. هذا الحي معروف انه ليه تاريخ كبير، وكان فيه جماعات سياسيه، وكان فيه السرايات، وكان فيه البشوات والبهوات وعلماء الازهر والادباء. هل ده مظبوط؟ واعضاء مجلس فات الثوره، كان جمال سالم وصلاح سالم من هناك، وفريد شوقي من هناك، والاخوان المسلمين من هناك. هل ده اصلا؟ وكان في شيوعيين من هناك. ما يجراش حاجه، كانت يعني مصر كلها كانت في الحلميه. صحيح. هل ده اثر في شخصيه عادل امام؟ طبعا طبعا، الشارع المصري اثر فيها كتير. ايه اهم حاجه يعني حسيت ان الحي ده اثر في شخصيتك، في اختيار ادوارك، ولا في طبيعتك، ولا في ايه؟ والله هو في كل حاجة، يعني الحي والمولد والأصول من الأرياف، من المنصورة، والقرايات والمعرفة والشخصيات والحاجات دي كلها، والأحداث السياسية، كل دي بتأثر يعني. وأثرت في طموح عادل إمام الشخصي، لأن كان في شخصيات طموحة جدا. أنت لما كنت شفت أنا صغير كنت يمكن تقولي ده هيبقى بني آدم كويس يعني. فما كانوا يعني. أنا عايز أسأل سؤال، بعد المدة الطويلة وخبرتك الكبيرة في الشغل في كل المجالات، سينما وما شاء الله مسرح وتلفزيون وإذاعة، هل الكوميديا نكت وإفيهات؟ هي فيها طبعا نكت وإفيهات، فيها ما تقدرش تقولي غير كده يعني. فيها، بس مش هي كل حاجة يعني، مش النكت والإفيهات كل حاجة. يعني لازم تقولي كلمة الناس تضحك في نهاية الموقف، لازم تقولي حاجة الناس تضحك يعني. الكوميديا دي أصلها دي شغلانة كتيرة، الكوميديا دي هي الدنيا أصعب كلها. أصعب حاجة طبعا، هي الدنيا كلها هي الكوميديا. العالم كله هي الكوميديا. أصعب حاجة الكوميديا. مش أصعب، لازم تكوني موهوبة جدا. ولازم يكون ربنا مديكي يعني، يعني قال لك انت كوميديانه، انت تسعدي الناس، انت تضحكي الناس. صحيح. وانا الحمد لله ان انا كوميديان. ومصر بتمتاز دايما بالكوميديانات، لانها فيها يعني، حتى لما يعرفوا انك انت مصريه في اي بلد عربي يقول لك كلنا نكته. عادل امام اقتحم الكوميديا، وبعدين دخل على الدرام التراجيديا يعني، او قدم اعمال جاده منها حتى لا يطير الدخان لاحسان عبد القدوس، وكانت رائعه. والحقيقه احنا عندنا في قناه الافلام الفيلم ده بيطلب بشكل كبير، ودايما احنا بنعيده، اعتقد انت بتتابعه يعني، بتشوف فيلم حتى لا يطير الدخان؟ بشوفه. بيتعاد كتير ازاي؟ هي انا يسعدني ان الافلام كلها بتتعاد كتير، انا ما فيش يوم بيعدي فيه افتح التلفزيون غير لما الاقي في القنوات الفضائيه فيلم ليا. عرفت ليه؟ بس انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش لوحدي اللي عملت ده. انا في كتير ناس معايا.
في كتاب وفي مخرجين وفي زمايلي وفي فنانات ممثلات كبار وممثلات قدام مشتغلوا معايا، ومش انا لوحدي اللي عملت كده. طبعا طبعا دي حاجه جميله الحقيقه، الواحد يحييك عليها يعني، لانه انا عايز كمان يعني بصراحه عايز اهني فريق سهر الليالي. ناس اللطاف انا احمد عبد العزيز اللي هو المصور اللي انتوا بتكرموه النهارده. نعم. ده ابن اختي. يبقى ابن اختي. ابن اختك. ابن اول مره نعرف. طب كويس. اول مره. وبعدين كان عايز يخش معهد سينما قسم يعني اخراج كويس. قلت له اسمع، اي حد ممكن يخرج واي حد ممكن يمثل، انما مش اي حد يقدر يصور. صحيح. تصوير مهنه. صحيح. ولحسن الحظ انه احترف هذه المهنه وحب هذه المهنه. وهو اول واحد لما كان في اوروبا كان بيطبع الفيلم. وكان مع المخرج، قال لي الظاهر يا خالو احنا عاملين فيلم كويس. قال لي والاول مره الاقي بيقول لي انا كويس. وقال لي المخرج كمان كويس. قال لي والكاتب كويس. الله. قال لي والممثلين كويسين. قلت له بقى الفيلم ده هيكسر الدنيا ان شاء الله. وفعلا الفيلم ده عمل فعلا الفيلم جميل فعلا. وده وبعدين بقى هقول لك على حاجه. نعم. قعد يحكي لي ازاي هاني المخرج اصراره الشديد ما قدمش تنازلات. صحيح. والفيلم ده قعد سنتين في العلب مش خايفين ينزلوه. سهر الليالي. وقعد يحضر هو يمكن قبليه بسنتين كمان. ما بين اعداد كاست وبين الكاتب العبقري تامر. تامر. وعشان يقدر يعمل يطلع من المجموعه دي والفريق ده يطلع اللي احنا شفناه ده. شيء جميل قوي قوي قوي. وده اصرار من شاب زي هاني. اصرار انه يعمل شيء كويس. انا اتمنى من كل شاب يحط في دماغه الناس دول والفريق ده. صحيح. قطعا لما اصروا انهم يعملوا حاجه والمخرج ده لما اصر انه يعمل حاجه عملها ولاقت استحسان. لفته جميله جدا من عادل امام لفريق عمل سهر الليالي. انا عايز احيي كمان شريف عرفه. استاذ شريف عرفه. شريف طبعاً. عرفه ده يعني استاذ. شريف عرفه اول ما اول فيلم ليا معاه اشتغلته كتير مع بعض. هو كان جاب لي فيلم والحقيقه انا يعني سيناريو انا ما عملتوش. بس شفته لما شفت الفيلم بعد كده. حسيت انه في مخرج. انا رفضت الفيلم ده. ما عجبنيش. لقيت مخرج. هل نعرف لقيت في نيرف وفي مخرج مالك ادوات كل حاجه كويس عامل شغل هايل. لما جه وحيد حامد في اللعب مع كمار. قال لي انا عايز اقول لك حاجه يعني. قال لي ممكن شريف عرفه، انا كنت حاسس انه هيقول لي شريف عرفه مش فاهم ليه يخرج الفيلم ده. قلت له انا موافق. الله. وفعلا ابتدينا نعمل سلسله الافلام الجميله والشغل كلكم مع الارهاب والكباب والمنسي ونوت العسل شفتوا بقى بقينا حق نقول ان هو راعي الشباب واداهم الفرص كتير سواء تمثيل سواء لا 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 هم ادوني فرص ان انا اشتغل معاهم طبعا ازاي لا بس برضه يعني انت معروف عادل امام. وبعدين انا شايف كمان هاني رمزي. لعلمك ده مش كوميديان وبس، ده ممثل خطير جدا. هاني رمزي. انا لما شفت اول فيلم كان هو صعيدي في الجامعه الامريكيه. نعم. انا عارف هنيدي اشتغل معايا وعارفه كويس. انما لفت نظري هاني رمزي عامل استاذ الجامعه المتامرك. او اللي متربي في امريكا واللي عنده العقد الاوروبيه دي. باتقان شديد جدا عجبني جدا جدا يعني. وانا قلت له الكلام ده. وهو اشتغل مع عصام اخويا في المسرح وكان عامل ادوار برضه جميله جدا. وانا قلت له يا هاني انت ممثل كويس قوي. حقيقه يعني. فانا بحيي هاني رمزي. هاني رمزي. وبعدين عايز اقول لك على حاجه بقى كمان. في مفاجاه بقى. اللي بيخرج لهاني رمزي الفيلم بتاعه الجديد. رامي امام. الله. عشان بيعمل فيلم طالع فيه يعني انا من طالع فيه حرامي غبي جدا. ايوه. طبعا دي كفايه لوحديها ان يطلع حرامي غبي دي يعني حاجه تضحك يعني لوحديها. انا شايف كمان آلي العادل. انا آلي علاقتي بآلي العادل علاقه تاريخيه. من زمان جدا انا اعرف اخوهم الكبير اللي هو ما عملوش علاقه بالسينما. بس اشتغل معايا في المسرح اللي كنا بنمثل انا وهو في جامعه القاهره. اللي هو المهندس رمزي العدل. العدل خريج كليه العلوم. طبعا.
وهو يعني كان اول واحد اعرفه، وبعد كده عرفت لعلمك سامي العدل، عارفه كان بيعمل معايا دور ايه في شاهد ما شافش حاجه؟ دور الاسد اللي هو بيطلع جنبيا. معلش يا سامي العدل، معلش. حلو قوي، دور عمره اسد يقول لك، هو على دور الاسد. والحقيقه بقى الفريق العدل ده مدهش، منهم مؤلف مدحت العدل، طبعا اغانيه المعروفه الشهيره الجميله جدا. ولما مات محمد الدره سمعني الطفل محمد الدره اللي قتل بالرصاص الاسرائيلي، سمعني الغنيوه في التليفون، قال لي انا مؤلف عن محمد الدره غنيوه بقول فيها كذا. وقال لي الغنيوه رايح مدرسته معاه كراسته ومش عارف وايه وايه وايه. انا بكيت وهو بيقول لي الحقيقه. صحيح. انا بحيي مدحت العدل طبعا، دكتور مدحت العدل. الله عليك. والله الله عليك يا عادل يا امين، يا جميل. فريق العدل دول كمان عملوا امريكا شيكابيكا قبل الفتره الكوميديه. عملوا افلام ليها يعني مشاره مرور. جميل. ولعلمك بقى هاملت. عارفه هاملت؟ هاملت يرفع ايده في اللي جابوا اصوات كبيره برضه. اشتغل معايا، قال كلمتين صغيرين في بخيته عديله يعني. والحمد لله ربنا يعني اكرمه بقى بطل كبير يعني. احساسك الناس بتبص له يعني. احساسك بيهم.